ليس من الغريب أن نجد في كتب حساب التفاضل والتكامل شيئا لرؤية مسائل على طول خط إثبات أن نهاية اقتراب X من واحد نهاية اقتراب X من واحد. دعوني أفكر في اقتران مثير للاهتمام عندما يقترب X من واحد. 3X مضروبة في x ناقص واحد تقسيم x ناقص واحد. ربما أنك ستقول لماذا وضعت x ناقص واحد هذه في البسط والمقام؟ حسنا، فعلت ذلك لأنه بوضوح لا يمكنك الحصول على صفر في الأسفل هنا، إذا هذا الاقتران في الواقع غير معرف عند x تساوي واحد. إذا وضعت 3x فقط فإن هذا يحذف لجميع القيم الأخرى. إذن هذا هو الخط 3x باستثناء أنه يحتوي على ثقب على x تساوي 1، ولهذا السبب فعلت ذلك لأنني أريد أن أخذ هذه النهاية وهي مثيرة للاهتمام، لأخذ النهاية إلى نقطة بحيث لا يكون الاقتران موجودا عليها، لكن الكتب ستقول أثبت أن النهاية تساوي، في الواقع إنها ستساوي 3، أثبت ذلك. وعليك أن تستخدم تعريف دلتا إبسلون للنهاية. إذن لكي تثبت هذا فأنت بذلك تثبت ما يعنيه ذلك، وهذا يعني إثبات أن هذا يعادل. إذن يمكنك فقط أن تثبت أنه إذا أعطيتني إبسلون ما أكبر من صفر، وتذكروا أن هذا يعبر عن مدى قرب إف الإكس من النهاية، بإعطاء أن إبسلون ما أكبر من صفر لكي يكون هذا صحيحا، فأنا بحاجة لأن أثبت أنه يمكنني إعطائك أنه موجود، إنه كما تعلم يمكنني أن أعطيك دلتا أكبر من صفر. حيث أنه طالما أن المسافة بين x ونقطة النهاية، المسافة بين x ونقطة النهاية x وواحد أقل من دلتا، تذكروا لا نريد أن تصبح x أعلى من نقطة النهاية، لأن الاقتران ربما لا يكون معرفا هناك. إذا المسافة بين x وواحد يجب أن تكون أكبر من صفر، هذا هو المضمون. إذا علي أن أثبت أن تعطيني إبسلون بحيث يكون بإمكاني أن أعطيك دلتا، وطالما أن x تقع ضمن دلتا واحد وهذا هو كل المقصود، طالما أن المسافة بين x وواحد ذلك عندما تطرح شيئان وتأخذ القيمة المطلقة تلك هي المسافة. إذا طالما أن المسافة بين x وواحد هي أقل من دلتا، بالتالي فإن المسافة بين 3x، دعوني أكتب ذلك، المسافة بين 3x مضروبة في x ناقص واحد تقسيم x ناقص واحد، ذلك هو الاقتران. المسافة بين ذلك ونقطة النهاية و3 ستكون أقل من الإبسلون، العديد من كتب التفاضل والتكامل كما تعلمون ستكتبها بشكل عام إنها مثل نهاية f في x كلما اقترب x من a يساوي l، وبذلك هذا يكون a، هذا يكون f في x، وهذا يكون l هنا. لكن على أي حال عندما يقول أحدهم أنه يريدك أن تثبت هذا فإنه في الواقع يريدك أن تثبت هذا، سأعطيك إبسلون، عليك أن تثبت أن أي إبسلون يعطى لك أو تعطيني إياه، لنفترض أنني الذي علي
أن أثبته، أي إبسلون تعطيني إياه، علي أن أكون قادرا على أن أعطيك دلتا، بحيث طالما أن إكس يقع ضمن دلتا واحد، بالتالي فإن الاقتران يقع ضمن إبسلون نقطة النهاية. وكيف نفعل ذلك؟ سوف أقول، كما تعلم أن العديد من البراهين أنه نوعا ما لا توجد طريقة منهجية لوضع البراهين، ذلك نوعا ما يجعلهم مثيرين جدا للاهتمام في العديد من المراحل، لكن هذه تبدو وكأنها طريقة منهجية. وهذه المسألة التي أعطيتكم إياها إلى حد ما نوعا ما بسيطة، يمكن أن تعطى عندما يطلب منكم إثبات هذه، لكن في الغالب تنطوي على بداية من هذه النقطة هنا وتحلها جبريا لكي تحصل. إذا لم تبدو هذه العبارة مثل هذه العبارة، ومن ثم سيكون لديك هذه العبارة وهي أقل من، كما تعلم، إبسلون مقسوم على شيء ما، أو كما تعلم اقتران إبسلون ما. حسنا، طالما أن دلتا هي هذا فتعطيني إبسلون، بإمكاني أن أطبق ذلك، أخذ إبسلون وأقسمه على 4 أو أي شيء وأستخدم ذلك ليكون دلتا، بالتالي أكون قد أثبت النظرية، فسوف نقوم بذلك هنا. دعونا نبدأ بهذا إذن، دعونا نبدأ من حيث ما نود أن نصل، ومن ثم نجد دلتا تكون اقتران لإبسلون، وذلك عندما أعطى إبسلون فيمكن أن أقول مهما كان العدد الذي تعطيني إياه، بالمقابل سوف أعطيك عدد مقسوم على عدد ما، بالتالي فإن هذا جميعه سينجح. دعونا نقوم بذلك. إذا يمكننا تبسيط هذا مباشرة، يمكننا أن نحذف هذا، وعندما نحذفهم ستبقى تقول حسنا لا يمكننا فعل ذلك طالما أن إكس، يمكنك فقط أن تفعل هذا طالما أنك تفترض أن إكس لا يساوي واحد، لأنه إذا كان إكس يساوي واحد فإن هذا الاقتران يكون غير معرف، وهذا جيد لأنه يمكننا أن نهتم فقط لفترات اقتراب إكس من واحد، نحن فقط نهتم لفترات اقتراب x من واحد، نحن لا نهتم عندما x تساوي واحد، لذا فإن ذلك جيد. إذن بالتالي هذا يبسط إلى القيمة المطلقة لثلاثة x ناقص ثلاثة أقل من إبسيلون، ومن ثم يكون بإمكاننا أن نحلل الثلاثة. كما تعلمون يمكننا أن نقول أن القيمة المطلقة لثلاثة مضروبة في x ناقص واحد أقل من إبسلون، وربما أنك ترى بالفعل أن لدينا x ناقص واحد هنا و x ناقص واحد هنا، إذا بإمكاننا أن نحصل على هذه الثلاثة على هذا الاتجاه، بالتالي نكون قد انتهينا. إذا القيمة المطلقة لثلاثة ضرب عدد آخر سيكون نفس القيمة المطلقة لثلاثة ضرب القيمة المطلقة لـ x ناقص واحد. وإذا كنت لا تصدقني جربوها بمجموعة من الأعداد، إن هذا سيكون موجبا مهما كان، سيكون له نفس المقدار، وبالطبع ذلك أقل من إبسيلون، وهذا ما نقوله. كما تعلمون إن معظم الأوقات سيقول أستاذ التفاضل والتكامل إذا كان هذا صحيحا هذا صحيح، وفقط إذا كان هذا صحيح، وهذه طريقة مذهلة للتعبير. إذا في بعض الأوقات سيضعون سهم باتجاهين، في بعض الأوقات سيكتبون F و F باستخدام اثنان من حرف ال F، لكن هذا يعني أنه إذا كان ذلك صحيح فإن ذلك صحيح، وإذا كان هذا صحيح بالتالي فإن ذلك صحيح، وهذه هي الحالة بشكل عام. عندما تقوم ببعض المعالجة الجبرية يمكنك أن تعالج هذا لتحصل على هذا أو ذلك لتحصل على ذلك، وبالتالي سيقول إذا كان ذلك صحيح فإن هذا صحيح، إذا وفقط إذا كان هذا صحيح، لكن هذا مجرد معالجة جبرية.
لأنه يمكنك أن تعود وتصعد بين هذه الخطوات، وهذا صحيح إذا وفقط إذا كان هذا صحيح. ثم إن القيمة المطلقة لثلاث تساوي ثلاث، نحن نعلم ذلك. دعونا نقسم كلا الطرفين على ثلاث ونحصل على حسناً. يمكنني أن أتخلص فقط من رموز القيمة المطلقة لأننا نعلم أن ذلك يساوي ثلاث. إذا قسمت طرفي المعادلة على ثلاث سنحصل على القيمة المطلقة لـ x ناقص واحد أقل من إبسلون تقسيم ثلاث. إذا ما الذي فعلناه للتو؟ لقد قمنا بإثبات أن القيمة المطلقة، إنني بحاجة لأن أكتب هذا بلون مختلف. لقد أثبتنا أن القيمة المطلقة لثلاثة إكس مضروبة في إكس ناقص واحد تقسيم إكس ناقص واحد ناقص ثلاثة أقل من إبسيلون. إذا وفقط إذا كان إكس ناقص واحد أقل من إبسيلون تقسيم ثلاثة، إذا هذا صحيح طالما أن المسافة بين إكس و واحد أقل من إبسيلون تقسيم ثلاثة. إذا بإمكاننا استخدام إبسيلون تقسيم ثلاثة كدلتا. تذكروا أن الهدف من هذا هو أن تعطيني إبسيلون، تعطيني مسافة، أو أن تقول أريد أن أكون ضمن هذه المسافة لنقطة النهاية. أريد أن يكون الاقتران بالقرب من نقطة النهاية، وهذه عبارة عن المسافة بين الاقتران ونقطة النهاية. هذا f الـ x، وهذه النهاية التي يقاربها. إذا أنت تود أن تكون بالقرب، وأقول حسنا سوف تكون بذلك القرب، وفقط إذا كان المسافة بين x وواحد أو المسافة بين x والقيمة التي يقاربها أقل من هذا. إذا لقد أثبتنا هذا جبريا للتو. إذا مهما كان العدد الذي تعطيني إياه، إذا كنت تقول أريد أن أكون ضمن واحد من نقطة النهاية، لا أريد أن يكون f x أبعد من واحد من نقطة النهاية، ثم سأقول حسنا وسأعطيك واحد تقسيم ثلاثة لأن هذا صحيح. دعوني أكتب ذلك. إذا دعونا نفترض أنك اخترت واحد كإبسيلون، فتقول أنا بحاجة لأن تثبت لي أنه يوجد بعض قيم x حيث أنه طالما أن قيمة x ليست أكثر، يوجد بعض القيم لدلتا. إذا طالما أن بعده عن الواحد ليس أكثر من دلتا، بالتالي فإن الاقتران بحد ذاته لن يكون أبعد من واحد عن قيمة النهاية. ومن ثم أقول حسنا أعطيتني إبسيلون يساوي واحد، لذا يمكنني أن أجعل بإمكاني أن أقول أن هذا كما تعلم لقد أثبتنا أنه إذا وفقط إذا كانت القيمة المطلقة لـ x ناقص واحد أقل من العدد الذي أعطيتني إياه مقسوما على ثلاثة، وهذا منطقي بالنسبة لكم إذا مثلتم هذه المعادلة بيانيا. دعونا نرى، دعوني أرسم محور x ومحور y. لقد أكدنا بالفعل أن هذا الشيء يبدو كمعادلة 3x باستثناء أنه يحتوي على ثقب على x يساوي 1. دعوني أرسم التمثيل البياني. سيكون له ميل، سيكون ميله 3، سيكون شاهقا للغاية، سيبدو هكذا. وعندما نكون على الواحد، أي هذه النقطة الموجودة هنا، يوجد ثقب.
هذه ثلاثة، كل ما نقوله هو أننا أثبتنا. فإذا قلت أنك تريد أن تكون ضمن واحد من نقطة النهاية، فكأنك تعطيني إبسلون واحد، إذن هذه المسافة هي واحد. وهو ما سيكون عدد كبير جدا. إذا أنت تريد أن يقع الاقتران ضمن واحد من نقطة النهاية، لأن هذه هي نقطة النهاية. ثم إن كل ما نقوله هو عليك أن تأخذ واحد تقسيم ثلاثة ذلك، إذا علينا أن نكون ضمن واحد تقسيم ثلاثة. إذا هذه المسافة هنا هي واحد تقسيم ثلاثة، البعد عن الواحد. أو بإمكانك أن تقول هذا بشكل أكثر عمومية، إن هذا إبسيلون، هذا سيكون إبسيلون تقسيم ثلاثة. وسبب أن هذا يعد برهان هو لأنه يوضح أنه لا يهم أي إبسيلون تعطيني، فيمكنني دائما أن أجد دلتا، لأنه يمكنني أن أخذ أي عدد تعطيني إياه وأقسمه على ثلاثة، ويمكنني أن أقسم أي عدد حقيقي أكبر من صفر، يمكنني أن أقسم أي عدد حقيقي على ثلاثة. إذا لا يهم الذي تعطيني إياه، يمكنني دائما أن أجد لك شيئا آخر. ولهذا السبب قمت بإثبات باستخدام تعريف دلتا إبسيلون للنهايات أن نهاية اقتراب X من واحد لهذا تساوي ثلاثة، وانتهينا.